دكتور أسعد والدكتور جوزيف وفوشون بشلومو. زال بشلومو بشلومو. نحن مرفون جورج بس يطرفن بيغني الحلقه بالمواضيع اللي بيحكي فيها. ايه بس هلا ما بعرف اخر شيء انه عم بيشجع التقسيم، انه في ناس بيفكروه هلا محرض، بس في ناس بيفكروه مثلا لا بده اللامركزيه الموسعه بيعتبروه كتائبه. ما بعرف بكره بنساله مرفون جورج كتائبه ولا بكره بيجي الرد بكره. بس نحن اكيد اكيد بنوافقك الراي مرفون جورج باللي قلته. طبعا يعني نتمنى انه ما نقدر ما نتنازل عن ولا شيء من ارضنا، بس اذا هذه هي المفروض علينا هلا نحكي فيها. بعتقدر رح نسكر التليفونات لانه ما بقى معنا وقت كثير، وكمان مثل العاده بتضيع الحلقه هيك. كنا بدنا نحكي بموضوع، عندك شيء مرفوع بالموضوع اللي كان اللي ذكره جورج قبل شوي اللي اتصل وحكى عنه، عن موضوع الكيان ومستقبل شعب بكيان معين. في نموذجين للدول بالعالم، يعني بالعصر الحديث نموذجين بالديمقراطيات، ما بنحكي عن الديكتاتوريات والتيوكراطيات لأنه هذاك مش نموذج يعني بيتاخد كموديل ليتبع. بالديمقراطيات في نموذجين، في نموذج الدولة المختلطة يعني التعددية، وفي نموذج الدولة الأحادية يلي هي دولة لأثنية واحدة أو لأومية واحدة. بعتقد أنا أزمتنا بالشرق الأوسط الكبيرة، نحن كمسيحيين بالشرق الأوسط، هي أنه كل الكيانات اللي نشأت بالشرق الأوسط على القليلة بالعصر الحديث، ما بنرجع لقبل، بالعصر الحديث كل الكيانات والدول اللي نشأت على الشكل الأحادي، رغم أنه هي مكونة من تعددية، من شعب تعددي. يعني بلبنان، جمهورية لبنان جمهورية تعددية لأنه فيها شعبين، فيها الشعب الأرامي وفيها الشعب العربي. سوريا ذات الشيء، الأردن ذات الشيء، فلسطين ذات الشيء، العراق ذات الشيء، تركيا بعد على أكثر. شو عملوا تركيا؟ الحل السريع، بما أنه في عدة أثنيات من دبحهم هؤلاء بيموتوا ببطل في أثنية تانية، يعني أجوا دبحوا أهلنا السريان المسيحيين، دبحوهم لحتى تفضى الدولة التركية الكيان التركي من القوميات الثانية. بهداك الوقت كانت القومية على أساس ديني الإسلامي، مشان هيك ما كان في لزوم يدبحوا الكراد الأتراك، لأنه كان في قومية التركية الإسلامية وفي القومية الكردية الإسلامية. ليش ما قتلوا الكراد؟ لأنه مفهوم القومي بهداك الوقت كان شعاره ديني، فمشان هيك كانوا ما بيفرقوا بين المسيحيين اذا هن ارمن ولا سريان ولا اي قوميه. يونان مثلا، لانه كان في ثلاث قوميات، كان في ارمن، كان في سريان، كان في يونان، كلهم اتذبحوا بذات الطريقه لانه القوميه كانت مفروزه على اساس ديني. فاما الدول الثانيه، الدول اللي نشات بضمن الدول العربيه، يعني كمان ما اخذت بعين الاعتبار التعدديه القوميه فيها. يعني كنت انت مجبور كسرياني تيكون انت تكون جزء من الدولة الرسمية، لازم يا تكون عربي يا ما لك وجود. ذات الشيء مثلا بالعراق، ذات الشيء بسوريا، ذات الشيء بالأردن، ذات الشيء بالسعودية، حتى إذا انت منك مسلم مش بس بدك تكون عربي، بدك تكون عربي بدك تكون مسلم، وإلا ما عندك كيان بالسعودية. أنا رح خبرك عن هذه السعودية، في 4 ملايين مسيحي اذا معك خبر، 4 ملايين مسيحي بس قال بنحكي فيها. كمل وبعدين في عندك مصر مثلا، يا بتكون عربي ومسلم يا ما بتكون، يا اما انت اجنبي. مثل ما بالزمانات سالت شاب مصري اخذ بكالوريوس من مصر، كان عم يشتغل بلبنان، سالته هيك نوع من سؤال بسموه باللغه اللاتينيه بسيفدو فروغا، يعني سؤال نوعا ما معروف جوابه، بس انا عم بساله اياه تعرف هو شو رايه. قلت له دخلك مصر؟ قال لي ايه كلهم عرب. قلت له طيب الاقباط؟ وقف هيك تفاجئ انه انا بعرف انه في اقباط بمصر. قال لي ايه. قلت له هم من وين جايين؟ قال لي دول مش عارف، دول اظن جم من ايطاليا ولا كده. فبالنسبه مظبوط. فبالنسبه له مثلا هو كمصري مسلم عربي مثلا برايه انه الاقباط بمصر
مش مثل ما قال مالفونو جورج باستلفان انه هن ايجيبتوس، هن اصحاب الارض واصحاب هويه الاسم، يعني الاسم اخذ اسم ايجيبتوس اخذ هويته من هالشعب الاغوبتي الاغوبتي. فلا بالنسبه للعربي المسلم اليوم بمصر عم بيطلع يزيع وين ما كان انه تخلصوا من هدول لانه هدول عملاء الغرب. هالنظريه هاي اللي شيعوها من ضمن اللي ناس اللي شيعوها للاسف مسيحيين، او كمان لازم نخصص لهم كمان شي حلقه، هو الزميين يلي بيفكروا حالهم عم بيبيضوا وجه قدام معلمينهم السلطات الاسلاميه اللي منا ديمقراطيه حتى يحصلوا على امتيازات شخصيه، تيحصلوا على بس على 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 نوع من تودد يعني للسلطه. هن بيتوددوا للسلطه بعدين على شو بيحصلوا ما حدا بيعرف، بس هن بيتوددوا سلف للسلطه، بهالتودد للسلطه بيمحوا حالهم وبيكرموا اللي عم بيظلمهم. يعني واحدة من واجبات الزمة انك تكرم اللي عم بيظلمك، هو بيظلمك انت بتقول له ما في احلى منك. هيدي واحدة من الاشياء. واحد منهم ممثلهم الاساسي هلا بالعصر الحديث، كاتب وباحث كتير مهم بالعالم كتير محترم، اسمه ادوار سعيد، اسمه ادوار سعيد، عمل حرب طاحنة على الاورينتاليزم الشرقية المشرقية الفلسطيني، هو على الدراسات الدراسات الشرقية يلي دكتور أسعد هلا عم بيقول انه اساسا كله علمائنا السريان الموارنة هن اللي اطلقوا الدراسات الاورينتاليستية يعني المشرقية الاستشراقية، فهن اطلقوها، صاحبنا اجا دمرها، قال كل الاستشراق هي نظرة غربية ظالمة للشرق، استعمارية. استعمار بقى بالنسبة له، الاستشراق هو استعمار، بس بالنسبة له ما شايف ابدا انه العرب اجوا محوا كل شيء فيه هوية بالشرق مسيحية اللي هي هوية اجداده، ما شايفها انه استعمار، بس شايف انه الغرب بس اجوا على الشرق عملوا استعمار، مع انه الغرب ترك الشرق، بس هو ما شايفهم انه تركوه، هو بعده شايفهم انه بعده شايفهم مستعمرين، وما شايف العرب اللي مستعمرينه ومحيين له هويته وداعسين على رقبته وعاملينه ذمه ومجابرينه يركع لهم ويمدحهم هن وداعسينه. بس مش كل العرب عم بيقتلوا المسيحيه، في محلات ما عم بيقتلون. لا بس انا بقول كلام بروفيسور بنك كنوتسون مثلا مؤتمر اسلامي بالضبط. بنك كنوتسون واحد من الـ من الـ من البروفيسوريه الغربيين اللي هو السويدي اللي حكي على الموضوع، اللي هو مستشرق يلي بيجيد كذا لغه ساميه من عدا التركي. كمان من اصحاب الرؤيه الواضحه اللي بيعرف يسمي الاشياء باساميها، بس للاسف يعني اليوم مثل هالناس هول اللي بيشوفوا الاعوج بيقول عنه جاهلس او بيشوفوا. اعطيك مثال على هالموضوع بس لنرجع، لانه في نحن شو شغلتنا، شو عم نعمل هون؟ نحن شغلتنا نقول للعالم بلبنان وبالشرق يعني كله انه اوكي بدكم تصدقوا السياسيين تبعولكم، صدقوهم بس خلي يعطوكم براهين. نحن بدنا براهين، يعني نحن بدنا ناخذ الواقع ونحاسب العالم عليه، ما بدنا ناخذ الاحاديث الفاضيه ونمشي. خلينا نشوف بعينينا موضوع مهم كتير. من اكثر من 300 سنه الموارنه فوتوا معهم ناس مدنيين، انا موضوع كتير بهمني يعني، فوتوا معهم ناس مدنيين وبناء عليه رغم الظلم العثماني قدروا يطلعوا بدولة مارونية مسيحية بالشرق. صح. يعني هيدي نتيجة يمكن هداك الشغل اللي تبلش هيك. طيب اليوم نحن الوضع بلبنان إذا بنجي بنشوفه مش معقول يكون تطور لهداك الوقت لهداك الفكر. يا أما الإكليروس تغير بشكل أنه صار المدني ما بقى يقدر يشتغل لحاله وصلنا لهون، يا أما الإكليروس ضلوا على مثل ما هو والسياسي المدني تغير كمان فشلوا بعضهم يعني مثل ما بيقولوا، او والابشع وان شاء الله ما يكون هيك يعني انه الاثنين تغيروا بشكل انه دمروا الشعب كله سوا، لانه المدني ما بقى يعرف شو اصله والكنيسه ما بقى يهمها شو اصلها، لدرجه انه معلش بدنا نذكر هالفكره اللي كنت تخبي لك اياها لهلا، هي انه في ناس طلعوا امبارح على التلفزيون ومطران يعني عم بيحكي عن المسيحيين بالشرق، وعم بيحكي انه المسيحيين عايشين كتير منيح بالشرق واخدين حقوقهم وبيمارسوا شعائرهم الدينية حتى بالسعودية بيمارسوا شعائرهم الدينية. والسعودية بعدين ما تنسى على 22 مليون في 4 مليون مسيحيين، انا هنيك
اتفتحوا عيوني وديني هيك قلت وينهم هاو؟ انه انا كنت بالسعوديه وبعرف كثير منيح شو في بالسعوديه 3 سنين يعني مش 3 ايام. وين هدول اللي بيمارسوا